السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج منازل الارتقاء، والذي يأتيكم يوميا ما عدا الخميس والجمعة الساعة 8 بتوقيت فلسطين. فأهلا بكم في استشاراتكم والرد عليها. يقول هذا السائل: التوبة بعد مشاهدة الحرام. يقول: أنا شاب، كنت أشاهد المقاطع الإباحية، لكن الله تبارك وتعالى من علي بالتوبة، إلا أني عندما أجلس وحدي وأشاهد مقطع فيديو يحتوي على بعض المشاهد غير اللائقة، فإني أشعر بنوع من الضيق، ومن ثم تسيطر علي الأفكار والوساوس، مثل: لماذا فتحت هذا المقطع؟ أنت لم تتب فشاهد مقطعا أنت لم تتب، لأنك ما زلت تشاهد مثل هذه الفيديوهات. وبناء على ذلك أدخل في دوامة من التفكير وتأنيب الضمير، فأقوم بقراءة القرآن والاستغفار والدعاء، وأحيانا أستجيب لهذه الوساوس، وأقوم بالمشاهدة وارتكاب المعصية بعد التوبة. لذا أرجو المساعدة. أقول لك أخي الكريم بعد التحية: أهلا وسهلا بك في برنامجك برنامج الأسرة. الابن الكريم حياك الله، رغم أنك لم تذكر بعض البينات التي يراها أو التي نراها نحن بالغة الأهمية، حيث تختلف العلاجات وتتغير الاقتراحات، يتغير العمر بتغير السن الذي أنت فيه، الذي يعاني فيه السائل هذا البلاء. وعلى كل حال يبدو أنك في مقتبل الشباب ونهاية مرحلة المراهقة التي يطرأ فيها على الجسم الكثير من التغيرات التي يحتاج فيها لمساعدة الوالدين ومد يد العون من الأهل الذين يكونون منشغلين في أعمالهم، ظانين أن مجرد نصيحة عابرة كافية لاستقامة أبنائهم وصلاح حالهم، وأنها نوع من الاحتواء الذي يغذي مشاعر الأبناء ويمدهم بالطاقة الكافية لمواجهة فتن يغفل عنها الآباء. بني الكريم، إن لم تساعد نفسك وتبحث لها عن سبل الاستقامة وعن أطواق النجاة، فلن يمنحك أحدهم الحل لمشكلة لا يشعر بها، لا يعاني ألمها النفسي، لا يعاني اجتهادها الجسدي، وقد كانت أولى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مبادرتك بمراسلتنا والبحث العملي عن حل لوضع لهذه المعصية الكبيرة. أولا أقول لك، ورد عن رسول الله أنه قال: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. وقد لاحظت أن المعصية والوساوس والتحريض عليها ولفعلها والانصياف وراء أفكارها لا تأتيك إلا في عزلة من الناس، لا تزورك إلا في خلوتك، وأنت تعلم الآن أنك في مرحلة الضعف التي تلي التوبة والرغبة في الاستقامة. فاجعل ممن حولك ستار الأمان الذي تتقوى به حتى تعتاد الطاعة وتألفها، ويشتد بغض المعصية أيضا في قلبك، ويثقل فعلها على نفسك. والخلاصة: لا تجلس وحيدا أبدا إذا علمت أن في هذه الوحدة مظنة المعصية. الأمر الثاني: إن حل مشكلة اندفاع الأتربة من النافذة لن يكون بتنظيف الغرفة كلما امتلأت بالغبار، وإنما يكون بإغلاق وإحكام النافذة وسد كل الثغرات التي يدخل منها التراب، ثم تنظيف الغرفة مرة واحدة. فكيف تفتح لنفسك أبواب الفتن ثم تطالبها بالثبات؟ الخلاصة: امتنع
امتنع عن مشاهدة الأفلام نهائيا واستبدل بها هواية تحبها، والأفضل أن تكون حركية وليست إلكترونية. الأمر الثالث، لن تكتب لنا عمرك وظروفك في الرسالة المادية والاجتماعية، فإن كان ثمة مجال للزواج فلا تتأخر عن البحث والسعي لعفاف نفسك. وإما كان ذلك بعيدا فأنصحك بصيام يومين من الأسبوع، وليكن الاثنين والخميس، عملا بسنة النبي العدنان. رابعا، شرع الله عز وجل لنا الأذكار ليكون لنا فضل الذاكرين وثوابهم، ولتكون حصنا منيعا لنا في مواجهة الفتن والأفكار السيئة. فهل تعتقد أننا يستطيع الاقتراب ممن لا يفطر لسانه عن ذكر الله؟ قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاجعل لك وردا من الأذكار، اجعل لك وردا من القرآن، واعلم أنك ستجد صعوبة وستشعر بالملل، وقد تراها فكرة غير مجدية، لكن معية الله أقوى من كافة الأسلحة، أسلحة الشيطان التي يحاول النيل منك بها. فعبد تولاه الله عز وجل الحفيظ لن يجرؤ أعداؤه على النيل منه. الخلاصة، أقول لك كلما وجدت لسانك غافلا فأيقظه بأي ذكر تحبه. قال الله جل وعلا: إنما أخشى الله من عباده العلماء. يؤسفني أن السواد الأعظم من شباب المسلمين يسبحون في أمواج الجهل المتلاطمة، يغوصون في بحاره المظلمة. لا يخفى عليك إن تأملت في حالك وحال من حولك قدر الجهل الشرعي الذي صرنا نتخبط فيه، وقد شرع لنا أن نتعلم ما يستقيم به ديننا من أمور العبادات والمعاملات. لذلك توكل على الله ولا تعجز، وكلما كرر عليك الشيطان أن توبتك لن تقبل، تذكر الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فأي كرم أكرم من ذلك؟ يتكرر العفو كلما تكرر الذنب، شريطة أن تكون التوبة نصوحة صادقة من غير نية للعودة، وحينها سيمدك الكريم بعونه ويقويك بقوة من عنده، فلا يقدر عليك الشيطان أبدا. وإني لأسأل الله أن يجعلك ممن قال للشيطان فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.